السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا متواجدين في المقبرة تاع أحمد عاشور كما قلنا لكم يامس. اليوم أنا ساي جات الله يبارك، دوك تشوفوا الخدمة معنا. الأخ سمعتنا كلمة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم رانا في مقبرة أحمد عاشور، جينا باش إن شاء الله نعدلوا الحالة شوية ونعدلوا القبور هذه اللي راهي فيها شويه باش يشوف فيها الاخر، ونزيدوا السيمو هذاك على الامطار ان شاء الله تكون خير، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. امين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. بون، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم اخوكم حسين هايب دايما معروف ان شاء الله، راه معروف يا راس الواد. رانا في مقبره احمد عاشور، ربي يرحم موتانا ان شاء الله وربي يشافي مرضانا. النداء، انا حبيت نوجه واحد النداء الناس هذو بالاخص اهل القبور اللي راهم في المنطقه الخطيره هذه التحتانيه، نوجه نداء باش يجيو يعطيونا يد العامله. نحتاج غير يد العامله او الدعاء، نحتاجوش ماديات، حنا رانا نحتاجو يد العامله برك. نطلب منهم باش يجي يلتحقوا بنا ويعطيونا خدمه، خاطرش رانا بدينا في العمليه وعن قريب ان شاء الله واحد 29 سنه ان شاء الله نخلصوها لحب ربي ان شاء الله، وربي يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله، وربي يرحم امواتنا وربي يرحم والدينا ان شاء الله، وربي يشفي مرضانا ان شاء الله وربي يعاونك. السلام عليكم ايها المواطنون ايتها المواطنات. رانا في المقبره نتاع احمد عاشور، نديرو في السيمه بين القبور على جال المطر وعلى جال الحمله وكذا. ماذا بكم اللي ان شاء الله قاعد ويقدر يعاوننا، ماذا به يجي، واذا ما يقدرش واحد يجي كشما يبعث واحد والله يدز واحد، ماذا بينا. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وربي ان شاء الله يجعلها لكم صدقه مقبوله عند رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا